صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم ب2 شباط وتاريخ مميز جدا 2/2/2020، نهار دخول المسيح الى الهيكل، ونهار ان شاء الله بنقدر نحن من خلاله ندخل لقلوبكم، لقلوب كل شخص بحاجه لنا من خلال ام تي في ومن خلال ايضا هالمركز اللي نحن موجودين فيه كاريتاس بالدكوانه. نحن وكاريتاس معكم اليوم، وانا وألا معكم اليوم، وجر لك ألا. مهمة جديدة يعني، ومش مستحيلة انه اليوم كمان نكون واقفين مع اهلنا بالتعاون مع فريق كبير من كاريتاس، حتعرف عليه اكثر طبعا معك طوال هذه او هذا البرنامج الخاص اللي بهذا النهار. اكيد، ونحن وكل كل فريق كاريتاس مجندين اليوم لحتى نكون عم نسمعكم، لحتى نكون عم نعطي كمان من قلبنا ومن قلب كل الام تي في. جهزوا وراي الشباب بهاللون الاحمر، لون الحب، لون العطاء، ولون الامل يلي هو دائما بيذكرنا بعلم لبنان. اول شيء بدي اقول لكم صباح الخير لكم، هيك خليكم بعد لحتى نقدر نشوفكم كلكم، وكل واحد جاي مع هيك الوسيله. يمكن شيء بدي اعبر عن كل مهمه بتقدمها كاريتاس، يمكن صح؟ اكيد 100%. راني من بعد طرابلس، هيدا سلاحهم، انا كل واحد حامل سلاحه بايده. من بعد طرابلس بهالاكسبيرينس اللي عملناها سوا، اليوم في مهمه كمان جديه، وطبعا الامل كله على اللبنانيين اللي بيحبوا أن يكونوا اليوم عم يمدوا ايدهم للبنان الاخر. ونحن موجودين اليوم وين راني موجودين حاليا؟ نحن بالدكوانه. نعم. على رح بتكون عم تتنقل بمناطق. صحيح. ثلاث مناطق اجمالا بمار الياس، كمان بالدكوانه ومحلين رح نعلن عنهم تباعا خلال حلقتنا. نحن رح نبلش هلا، بنبقى معكم لعشيه للساعه 6:30 تقريبا، طبعا بيكون عندنا وقفه صغيره مع فريق الاخبار، ولكن الاهم انه نذكر انه نحن وياكم قدرنا نتحدى بمنطقه طرابلس، وقدرنا نكون عم نجمع تقريبا نص مليون دولار اليوم، ومن خلال كل اقسام كاريتاس. انا بقول الاهم اكبر اليوم راني، اليوم اكيد لازم يكون اكبر، اكيد لنفرجي انه نحن عن جد كلبنانيين واقفين مع بعض. وشغله مهمه جدا بكنيسه مار الياس عم نستقبل حالات، بالاضافه الى استشارات طبيه حولوكم، طبعا كل مرضى عندهم كايات مختلفه حيتحولوا الى عياده متنقله كرمال ياخذوا الدواء المناسب لكل حاله. كمان في بيتين مهمه سوا هيدي انا وياكم انه نقدر نرممهم ونقدر نساعد كثير عيال اليوم، كونوا معنا. اكيد رح نتعرف على كل اقسام كاريتاس وكل الامور يلي بيقدر كاريتاس يساعد فيها كل شخص بحاجه، وتنتعرف اكثر على تاريخ كاريتاس رح ننتقل لريبورت صورناه مع البطريرك الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي. خليكم. غبطة البطرك، نحن حابين ناخذ من حضرتك بعض التفاصيل عن كاريتاس وعن علاقتها بالكنيسة، ليه أنشأها وتبنيها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك؟ كاريتاس بالأول كانت موجودة بصيدا فرير معماري اليسوعي، بعدين أيام بطيارك خريش يعني بال76 77 78 هيك شيء، جعلوها أنها تكون رابطة كاريتاس لبنان، وسموها الجهاز الاجتماعي الرعوي للكنائس الكاثوليكية بلبنان، وهيك توحدت وانطلقت وصارت تتسع شوي وشوي برقعتها. هي فائزا باسم كل الكنائس الكاثوليكية في لبنان، تعمل لخدمة المحبة في لبنان بدون أي تمييز بين الناس، لأنه الجعان والعطشان واللي محتاج هيدا ما له طائفة وما له دين. وهيك صارت معها تتسع حتى غطت بتنظيماتها كل الأرض اللبنانية، وكل شيء بيجي مساعدات مالية أو غيرها على البطريركية مثلا أو على الأبرشيات عادة بيروح لكاريتاس، لي لأن هي منظمة عندها أقاليمة وعندها مراكزها تقدر توزع مثل ما لازم. معناتها دورة كبير بتاريخ لبنان الحديث، هي الكل بالكل خدمة المحبة طبعا، بالإضافة إلى شيء بقوموا فيه البطريركيات والمطرانيات والرهبانيات ومراكز غيرها ومؤسسات كمان، لكن كاريتاس هي الجهاز الأساسي والرسمي اللي منظم على كل الأرض اللبنانية. خبرنا كمان عن تجربة حضرتك مع كاريتاس لما كنت مشرف على العمل اليومي على التفاصيل اليومية، كيف كان هالشغل؟
أنا جيت مشرف عليها من سنة 86 لسنة 90 لما كنت نائب بطريركي عام هون، وأخذت على مثلث الرحمة البطريرك صفير اللي هو كان مشرف عليها قبل ما صار بطرك. ولما صار بطرك 86 وأنا نائب بطريركي كلفني أن يكون أنا مشرف عليها حتى انتقلت إلى جبيل سنة 90. وكان بوقتها المطران سمير مظلوم هو رئيس كاريتاس. فينا نقول انه من بعد ما الكنيسه تبنتها مجلس البطاركي والاسيق فيه بدك تنفضيها على الارض، كل الهيكليه والانظمه والترتيبات قاموا فيها مثلث الرحمه البطيارك صفير ومطران سمير مظلوم الله يطول بعمره، هن اللي حطوا كل الاعمده الاساسيه. انا كنت بهيدي الفتره يعني كان صار عمره يمكن 9 سنين لما انا جيت، كانت هي اللي منظمه وماشيه مثل حسب القوانين اللي وضعوها بحينها. وهيدا شيء يعني بدنا نقول انا تركتها سنه 90. اليوم كاريتاس صحيح كانت موجوده على ايام المطران مظلوم والبطرك صفير، كانت موجوده بالستركتور تبعها وعدل طارح، بس كبرت لانه كبروا الحاجات بلبنان وصارت تكبر حسب الحاجات الموجودة. وتكبر يعني بشو؟ بنوعية المساعدات، تكبر بالمراكز، تكبر بالأفراد بالأشخاص، يعني صارت مكنة حرزانة تقيلة. نعم. اليوم قدي حاجتنا كبيرة لكاريتاس بكل لبنان، كل الطوايف، كل المناطق. ما فينا نعيش بدونها، ما فينا نمارس المحبة بدونها، لأن هي عندها اولا برامج المساعدات الفوريه لبعض الناس، عندها برامج صحيه، عندها مراكز طبيه، عندها عيادات متحركه، عندها برامج للاطفال والاولاد اللي عندهم احتياجات خاصه، وعندها مراكز لهم، عندها مشاريع للمسنين، عندها كثير قضايا بتعمل برامجها وبتطلب عليها مساعدات، مش هي كثير مساعدات من برا خاصة من ألمانيا فرنسا وأمريكا، المؤسسات اللي بتساعد والشيء اللي بتلمه باللمة السنوية بكل الصوم الكبير. كاريتاس بتوزع شبيبتها عند 1000 شاب متطوع، بتوزعوا وين ما كان، هيعملوا لمة كاريتاس يعني مساهمة اللبنانيين فيها. والحاجات عم تكبر لأنه اليوم أنت بتعرف بأي حالة صرنا، الفقر كتر، الحاجات الطبية كترت، الإعاقات كترت، والناس والحاجة الاقتصادية بأسوأ حالاتها. يعني نحن بدنا نشكر غبتك على هالكلام الحلو، وإن شاء الله من خلال هالمداخلة اللي عطيتنا إياها بتعطي بعد أكثر مصداقية لشغلنا ولحلقتنا اليوم مع كاريتاس لحتى تكون الأيادي البيضاء عم تمتد أكثر وتساعد أكثر كاريتاس. أنا بدي أقول يعني قدام همي الواحد وحده ما في يمكن يواجه، بس لما أنا بساهم هيدي الحملة بدي استفيد تقول بكرة بالصوم، بس تجي الحملة قيمتها أنه كل واحد يشارك. القليل اللي بدي حطه ما في أعمل شي فيه، بس هذا القليل مني والقليل من غيري بصير كمان كمية بقى. خطوة المحبة هيدي، ولو كانت كاريتاس مش عم بتساعد مباشرة هالشخص أو هالرعية أو هالمكان أو هالحالة، لكن احنا كمان المحبة تقدر منا ان نكون عم نفكر بكل انسان بحاجه. هيدا اللي بتعمله كاريتاس، بدي حييها وحيي كل عم بيعملوا فيها. حقيقه انا بدي اشكر ام تي في على هيدي المبادره، لانه الراي العام يمكن ما بيعرف هيدي الامور وما بيعرف شو كاريتاس. وعلى الاكيد قيمه هالحمله اللي بتعملوها، قيمه هالخبر كل النهار رح يساعد لحمله كاريتاس اللي هي ضروريه بسبب حاجه شعبنا عم تتكتر يوم بعد يوم. غبطة البطرك مار بشارة بطرس الراعي، شكرا لها المداخلة. شكرا لكم. من بعد هالشهادة الرائعة من سيدنا البطرك مننتقل أيضا للأب بول كرم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولكل المشاهدين بالنار الحلو.
حضرتك رئيس رابطة كاريتاس لبنان، والتقينا بمقابلة بالأم تي في وهيك طلعت معنا هالفكرة. أنا بقول أوقات يمكن الرب بيكون معنا لحتى نطلع بأفكار لحتى نقدر ننفذ هيك أفكار العناية بظروف. صحيح، العناية الإلهية. صحيح. كنتم مبلشين وكنا عم نحكي عن هالحملة بخلال مقابلتنا السابقة، حملة كاريتاس رصيدك بالمحبة يلي أطلقت بفترة عيد الميلاد، وقررتوا بسبب الظروف يلي عم نشهدها كلنا انه تتابعوا بهالحمله. خلينا نرجع نتعرف على هالحمله. اكيد هيدي الحمله اجت مبادره فعلا عفويه وسريعه جدا، خاصه بهالظروف اللي عم نعيشها كلنا سوا، واللي بلشت بشهر تشرين الاول الماضي. وهدفها قبل كل شيء لما شفنا كل هالناس قدي أرصيدتها إذا بدنا نقول اقتصاديا قلت وعطت نتائج سلبية بالبعد الاجتماعي، نحن أطلقنا حملة اسمها رصيدك بالمحبة، قبل كل شيء يكون في التفاتة للخدمة اللي هي أساس المحبة، لأن ما في واحد يخدم من دون محبة وما في يساعد من دون محبة. وثانيا على صعيد الرصيد، رصيدنا مش بس مادة، رصيدنا هو تضامن، رصيدنا هو ثقة، رصيدنا هو نكون واقفين حد الناس ونخدم الناس قد ما منقدر. نعم، منشان هيك كمان في أقسام كتيرة بكاريتاس لحتى كل شخص شو ما كانت حاجته يكون عم يقدر يلاقيها بكاريتاس. نعم. كل شخص شو ما كانت قدرته أيضا يكون عم يقدر يعطيها لهالأشخاص اللي بحاجة. بدي أذكر وبلش بأرقام التليفونات لتبرع عبر كاريتاس 811-11-0027، وللتبرع أيضا نحن فتحنا خط بالأم تي في 03-112-38. هول ببلشوا الناس طبعا اليوم يتصلوا فينا، منشان هيك عم نقوله أنه هو أي شيء بيقدر يساعد معنويا. نعم. ماديا، مواد أولية وخير. نحن هيدا تاريخ كاريتاس ما فينا ننكره أبدا، لأنه المساعدة منا أبدا فقط مادية. إذا بدي بلش بالبعد المعنوي، نحن في عنا شباب كتير وصبايا متطوعين وناس حاطين من كل وقتهم عم بيقدموا تيكونوا عم يخدموا الآخرين. هيدا بالبعد إذا بدي أقول هيك العفوي. أما بالنسبة للشيء تاني، في كمان كتير ناس بتساعدنا بمواد غذائية، بتياب، بتساعد ببعض الأشياء اللي ممكن تقدمها فاضلة عنا ممكن يستفيد منها غير أشخاص. هيدي كمان بعد آخر. وأكيد البعد الأساسي اللي منعول عليه، لأنه هيدا كمان بيسند الكل، خاصة نقدر نخدم على الصعيد الطبي، على الصعيد الأشياء اللي هي ناتجة عن حالة الفقر، العوز، المرض، كل هالأمور أكيد نحن منتكل خاصة على الدعم المادي تبع الناس. وهيدي تاريخ كاريتاس كله سوا، وهيدي ثقة الناس اللي نحن فعلا ممنونين لها، ولو ما فيها الثقة يمكن ما كنا موجودين اليوم هون، وما كانت كاريتاس صار عمرها 46 سنة عم تخدم بإخلاص لكل الناس وتفرج وجه المحبة الحقيقي اللي هو الإنسان واقف حد خيو الإنسان. 46 سنة، الروح بعدها عمرها 16 سنة، الزخم بعده عمره 16 سنة، ولكن الخبرة عمرها بعد أكثر من 46 سنة. نعم. لأنه الخبرة اليومية على الأرض هي اللي بتعلم وهي اللي بتخلينا نشوف حاجات الآخر. اليوم عنا ظرف صعب بلبنان. نعم. أبونا شو عم بتشوفوا من حاجات وكيف عم تقدروا تتصرفوا لحتى تكونوا عم تكفوا كل هالناس وتخففوا شوي عنهم بهالأزمة، حتى يعني معنويا، صحيا، نفسيا. نعم. كمان انت بتعرفي انه كاريتاس عطول هيدا هو الاساس تبع عمل البعد الاجتماعي، والبعد كمان خاصة هيك تكون واقفة حد الناس الانساني. يعني ما بدنا ننسى هالوجه ايضا، لانه كرامة الانسان هي اساس كل شيء. انت بتعرفي لما صار فيها الاحداث مؤخرا من تشرين لليوم، نحن انتقلنا من الافكار اللي كنا رسمينها مسبقا للتنمية اللي كانت شوي مخططنا بهالسنة، خاصة الضيع الريفية، المناطق الحدودية البعيدة، نشوف كيف نقدر نثبت الناس بأرضها وتكون فاعلة بأرضها وتستثمر بأرضها وتكون عم بتشغل هيك هالبعد الاقتصادي المحلي. اليوم أكيد انتقلت الحاجة أكتر، لأنه الفقر زاد، الحاجات زادت، الناس في كتير بطلت عم تشتغل. دونك هيدا اليوم صارت الحاجة القصوى عندنا اليوم تنقدر نوقف حد هالناس ونكون عم نمدلهم يد المساعدة. أكيد منه أمر سهل أبدا، أمر كتير حرج، كتير صعب،
وكتر خير الله مثل ما حكينا قبل عن هالثقة الموجودة عالميا ومحليا، قدرنا ندق هالبواب وفعلا تجاوبوا معنا بسرعة، ودغري انطلقنا بمبادرات عملية من فترة عيد الميلاد لما نجمع أكثر ما من 500 حصة غذائية. مشكورين شبيبة كاريتاس المتطوعة، حوالي 800 شاب وصبية مشكورين جمعون، وبنفس الوقت انعطى كمان نوع من مساعدات سريعة جدا لعيال يمكن فاق العدد تبع 12,000. بس بعدنا يعني بنوع من خطة إنقاذية، يعني نحن اليوم طبعا بحاجة لهالخطة الإنقاذية وبحاجة لحملة كاريتاس رصيدك بالمحبة بأنه تتابع، بس يعني الحاجة كتيرة والخطة الإنقاذية لازم تكون كمان على المدى الطويل، لأنه ما بنعرف أيمتى رح تخلص هالأزمة. نعم. بل عم نشوفها عم تتفاقم يوم بعد يوم. شو منقول اليوم للناس اللي عم يحضروا؟ أكيد نحن سبق وتتذكر بالمقابلة السابقة ذكرت أنه من ثالث يوم لبداية الأزمة نحن خلقنا خلية أزمة وعم نتبلش نتعاطى بهالمواضيع كلها سوا. عم يكون في عنا على البعد الاجتماعي خاصة من خلال المساعدات الاجتماعية المنتشرين بكل الأقاليم، عم بكون في تقييم للحالات اللي عم بتبين هلأ خاصة، وعم نجرب نشوف كيف ممكن نساعدهم. أكيد برجع بقول إمكانيات كاريتاس محدودة جدا، ولكن قلب كاريتاس كتير كبير، وإن شاء الله هيدا اللي منتمناه، لأنه بالنهاية أي شيء، ومثل ما قال غبطة البطرك قبل شوي، القليل القليل اللي عم نعطيه مني ومنك ومن كل واحد من أي واحد عم بيأمن بهالرسالة، هيدا القليل بيعمل كتير، والقليل بيعمل الفرق، لأنه هيدا الهدف. الهدف فيه بركة، عم متضامنين مع بعضنا البعض، عم نساعد بعضنا البعض، وهيدا البعد اللي بيأكد هالمواطنة، بعد المواطنة اللبنانية اللي بتشعر مع ألم الآخر، وجع الآخر، مرض الآخر، حاجة الآخر. بس يعني تنكون هيك شوي عمليين ونحكي نحن ومشاهدينا، لأنه نحن وياهم إيد وحدة أكيدة، كيف بيتأمن التمويل؟ يعني هل كاريتاس بيأمن تمويله من جهات يعني دولية أو من الأيادي البيضاء بلبنان؟ يعني اليوم تنكون هيك عم نفسر شوي هالموضوع، من وين بيصلكم؟ إذا بدي بلش خليني أقول محليا دايما كاريتاس عندنا حملة الصوم السنوية اللي هي دايما بفترة الصوم بتكون هيدا الاتكال عليها محليا أكتر شيء، واللي هي بتشوفوا شباب وصبايا كاريتاس منتشرين على الطرقات حاملين الصندوق الصغير بالرعاية بالمؤسسات، عم بدقوا بواب الناس كلها والناس عم تتضامن معها. وبالسنوات الأخيرة فعلا تبين قدي كان في سخاء ودعم لرسالة كاريتاس. أما عالميا أكيد في عنا كتير من خلال كاريتاس الدولية وكل شبكة كاريتاس بالعالم، عم بكون في عنا عدة مشاريع عم نطرحها عليهم، وكتر خير الله عم يتجاوبوا معنا، لأنه عم نقدم اتيود مفصلة عن المشروع، شو الهدف تبعه، مين بيخدم، شو رسالته، شو أبعاده، لوين بدنا نوصل. وأكيد بهالأزمة نحن أطلقنا شيء اللي منسميه emergency appeal، دغري كان التجاوب سريع جدا، تقدرنا نلبي حاجات كتير خاصة بفترة كانون الثاني وكانون الأول اللي مرقوا. دونك هودول كان تجاوب كتير سريع من قبل شبكة دولية، وأكيد ما مننكر أبدا الناس قد تفاعلت معنا خاصة بفترة الميلاد لما شفنا قد في تهافت كتير كبير لدعم الشبيب بالمواد الغذائية اللي قدرنا وزعناها على العيال. بس المواد الغذائية هي بتكفي؟ يعني أنا بعرف من خلال الأقسام إن كان للمسنين أو أكيد. للحالات الصحية أو للحالات الاجتماعية وكتار، يعني رح نتعرف عليهم اليوم خلال النهار أكيد كله معكم أكيد. بس يعني عم نقدر نحصي اليوم، عم نقدر يكون في إحصاءات عن الحاجات وبالمقابل عن التمويل يلي عم يوصل؟ ما بخفي عليك أنه بقدر أقلك أنه من تشرين لليوم أو بل قبل تنكون واقعيين أكتر، لأنه عم نشوف نسبة الفقر عم بتزيد والبطالة عم بتزيد أكتر. نحن بمستوصفاتنا مثلا العدد 3 مرات زيادة صار بالأقاليم، الأشخاص اللي عم يجوا يدقوا باب الأقليم ويطلبوا من المساعدة الاجتماعية دعم معين أو من المتطوعين الموجودين فيه كمان زاد. هيدا بدل وهيدا كله موثق وبإحصاءات رسمية عم نعملها، لأن أول شيء بتساعدنا لقلنا تنكون عم نتابع الحالات بعدين، وبنفس الوقت يكون في استمرارية بالعمل، لأن احنا مش بس عملنا بس منقول انترفانسيون إيرجانت وبس، نحن عملنا مستمر وعطول مكمل، ومش هيك هالحالات كلها من رفقة
ومثل ما قلنا في القطاع الصحي، في القطاع مع الشبيبة، في عنا كمان الحالات المرضية اللي صح. هي كتير هائلة من خلال أكيد المتابعة النفسية أو المتابعة من خلال زيارة طبيب أو أي شيء بحاجة له الإنسان. نحن على كل حال اليوم بدنا نتابع نهارنا، ومع الزميل ألان درغام رح نكون موجودين كمان بالمركز الصحي المتنقل موبايل كلينيك اللي رح بتكون موجودة هون حد المركز، نستقبل الحالات الصحية ونستقبل الحالات الاجتماعية خلال نهارنا مباشرة مع زميل ألان درغام، نتعرف على باقي أقسام كاريتاس من بعد هالوقفة. شكرا لك الأب بول كرم، بريك ومنرجع.